أعزائي المصممين، أهلا بيكم. وأخيرا فريق عمل فيتشر ديزاين طور الويب سايت ونزل النسخة الأساسية. طبعا النسخة اللي تم الإعلان عنها سابقا كانت مجرد نسخة تجريبية مش متوافقة مع الموبايلات. طبعا التحديث نزل بحيث إن هو يكون أسهل وأشمل بالنسبة لكل الناس، زي ما شايفين أنا شايف إن الجرافيكس بقى أفضل في الويب سايت. طيب، كل المشاكل اللي كانت بتواجه الناس خلال استخدام الموبايل أو الإنترنت البطيء أو الكوكيز أو غيره، المشاكل دي كلها تم حلها بكايندلي انترفيس. الموضوع بقى اسهل جدا. طيب هنبدا اول حاجه باللوجن. بقى متاح عندنا اكتر من تسجيل، هنبدا ان احنا نسجل الدخول. طبعا احنا النهارده هنتكلم عن كيفيه استخراج الشهاده، تعديل الاسم اللي موجود في الشهاده، الكورس بيمشي ازاي، اقدر انشر الشغل بتاعي موجود فين، كل التفاصيل دي هنتكلم عنها. طيب بدايه احنا زي ما قلنا بنكتب في السيرش بار فوق fewdesk.com، وبعد كده بنبدا ان احنا نضغط على كورس عشان نبدا ان احنا نصفح الكورسات الموجوده. طبعا في 5 كورسات موجودين دلوقتي حاليا على الويب سايت، وهيزيدوا خلال الايام الجايه او الاسابيع الجايه. طيب لو فرضا مثلا ان احنا هنبدا باي كورس، مثلا زي كورس الفوتوشوب، فانا هبدا ان انا اضغط فيو كورس. زي ما انتم شايفين اهو مديلك الديوريشن، مده الكورس، عدد الفيديوهات. هبدا ان انا اضغط انرول ناو عشان ابدا ان انا اسجل في الكورس. بعد ما اضغط انرول لازم اتاكد ان انا ضغطت ستارت كورس عشان تبدا الفتره بتاعت الكورس. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين ادي الليسونز موجوده. انت ما ينفعش تتخطى ليسون وتدخل على الليسون اللي بعدها من غير ما انت تعمل كومبليت للليسون دي. طبعا بعد ما تتفرج على الليسون تبدا ان انت تضغط كومبليت. زي ما انتم شايفين هتلاقوا فيه علامه صح اتضافت، وبقى متاح قدامك ان انت تنقل على الليسون اللي بعدها. من غير طبعا ان انت تنقل على الليسون انت مش تقدر، لازم يعني لازم تخلص ليسون 1 تدخل على ليسون 2 تدخل على ليسون 3. لو جيت خرجت في اي وقت هتلاقي عندك كونتينيو تو ليسون، ان انت تقدر تسترجع من المكان اللي انت بدات فيه. وفي نفس الوقت تلاقي كورس ستاتيوس دلوقتي بقت بتتفعل انستنت، يعني مش زي اللي قبلها انت محتاج مثلا وقت عشان تعرف البروجريس بتاعك. لا، انت دلوقتي مثلا كومبليت 4%. مجرد ان ده يكتمل 100% انت هتقدر ان انت تستخرج السيرتيفيكت. طيب الكلام ده بقى بيتم ازاي في الويب سايت او النسخه الاساسيه من الويب سايت؟ طب هنيجي مثلا عند كورس السكتش اب. احنا مسجلين اوريدي في الكورس، خلصنا مشاهده زي ما انتم شايفين اهو كورس ستاتيوز 100%. بعد ما خلصت الكورس هتلاقي حاجه اسمها كومبليت كورس ظهرت عندك، هتضغط على كومبليت كورس هتلاقي عندك حاجتين: فيو سيرتيفيكيشن داونلود. داونلود سيرتيفيكيشن ده هيبدا ان هو يحمل لك نسخه من الشهاده زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هضغط فيو سيرتيفيكيشن هيبدا ان هو يظهر لك الشهاده بتاعتك. لو انت عايز تشير السيرتيفيكيت بتاعتك باللينك فانت عندك نمبر اي دي خاص بكل شهاده بتطلع. طيب انا دلوقتي عندي السيرتيفيكيت طالعه نفس النمط الاتي ده سيرتيفيكيت. طيب هنبدا ان احنا نيجي بقى للبروفايل. زي ما انتم شايفين هنا مفيش اسم على الشهاده. طيب احنا بنضيف الاسم ازاي او نعدل الاسماء اللي موجوده ازاي؟ بتبدا ان انت تيجي عند سيتنج، تيجي عند حاجه اسمها فيرست نيم. هتبدا مثلا تكتب احمد علي مثلا، اتاكد ان هو كتب. طيب المكان اللي انت هتحطه في الفيرست نيم مش اللاست او الفون نمبر، لا هو المكان اللي انت هتحطه في الفيرست نيم هنا هو اللي هيكون هيتضاف للشهاده. طيب بعد ما عملت كده البروفايل هتعمل ابديت للبروفايل. طبعا انت هنا تقدر تضيف كل السوشيالز بتاعتك، هتلاقي هنا كل الحاجات، الريفيوز اللي انت ضفتها، الكورسات، كل حاجه. تقدر تضيف صورتك، كل الداشبورد. وفي نفس الوقت لسه هيكون في حاجات جديده زي مسجز، كوميونيتيز جروب تنشر عليها شغلك والكلام ده كله من غير الحاجه لفيسبوك. طيب هنبدا ان احنا نرجع هنا وهبدا ان انا اضغط ريفريش بنفس النمط. هنا ما كانش ظاهر اي اسم طبعا لان انا مش ضايف اسم لي الاكونت. زي ما انتم شايفين هنا هنلاقي الضاف احمد علي، ده هتبقى كده السيرتيفيكيت. وفي نفس الوقت السيرتيفيكيت اي دي هتلاقي ان هو بقى متاح عندك. طيب عايز تحمل السيرتيفيكيت بتاعتك عشان تنشرها او تطبعها او تعمل اي حاجه، هتبدا ان انت تضغط على سيرتيفيكيت او داونلود سيرتيفيكيت. ما تجيش تضغط كليك يمين وسيف ايمج، لا لازم تضغط هنا عشان تحملها سواء جي بي جي. تعالوا كده نحملها بصيغه بي دي اف. نضغط بدء التحميل نفس النمط. بعد كده هتبدا ان انت تفتح السيرتيفيكيت. خلاص كده بقت معاك النسخه بتاعتك من الشهاده. طيب بالنسبه هيبقى عندنا جزء تاني بعد ما تخلص الكورس. لو انت حابب ان انت تنشر الشغل بتاعك فاحنا هنوريك دلوقتي الجروب اللي انت تنشر عليه، بحيث ان انت تقدر تتواصل مع الانستراكتورز، تتواصل معانا بشكل شخصي. لو انت مثلا عندك مشكله في البروجرام، عندك مثلا ستيب عايز تنشر شغلك، تشوف كومنتس مثلا، تعليقات على الشغل، المفروض تعمل ايه بعد كده، اخر الاخبار اللي موجوده، كل الكلام ده كله هتكون موجود. في نفس الوقت انت هتلاقي عندك في اخر كل كورس هتلاقي فيه استماره.
الاستمارة دي ممكن تسجل فيها اسمك ورقم واتساب خاص بيك. الاستمارة دي هتكون عبارة عن أي أبديت بينزل على السايت، سواء كورس جديد، توتوريال مثلا على الشانل بتاعت اليوتيوب، هيبدأ إن هو يبعت لك رسالة، فبحيث إن أنت تبقى أب تو ديت لو أنت مثلا تبدأ إن أنت تستغل بقدر الإمكان الفترة اللي أنت قاعدها في البيت. طيب بالنسبة للجروب هنوريكم بقى دلوقتي تقدر تنشر شغلك فين. الجروب الخاص بالتدريب الصيفي هو فيتشر ديزاين جروب، هتلاقوا اسم الجروب التدريب الصيفي لكلية الفنون والهندسة. هتلاقوا هنا مئات المشاريع اللي موجودة، سواء من إظهار، من 3D، من نتائج الكورسز، شغل الطلبة. هتلاقوا نماذج كتير جدا موجودة من حوالي 3 أو 4 سنين داتا، كل الطلبة بترفع في وركشوب جديدة، في أي حاجة بتنزل في شغل زي ما انتم شايفين هنا، هتلاقوا في مشاريع كتيرة جدا. لو جينا مثلا على الفوتوز بحيث ان احنا نصفح بشكل أسرع، هتلاقوا هنا بروجكتس كتيرة جدا متنوعة ما بين الإظهار، ما بين الثري دي، ما بين الريندر، ما بين مجموعة واسعة جدا. انت ممكن تنشر شغلك هنا، محتاج تعليق سواء في الرسم أو في أي مجال من المجالات اللي الويب سايت موجود عليها الكورسز، تقدر ان انت تنشرها هنا، تاخد مثلا ريفرنسز مثلا محددة ان انت تشتغل عليها، تفولو اب مع الانستراكتور بشكل دايركت. فكل الكلام ده، عندك أي مشكلة، عندك أي حاجة، تقدر ان انت تنشرها هنا على الايه، على الجروب. يا عزيز مصمم، نحب نشكر فريق الدعم الفني اللي موجود في فيتشر ديزاين على السرعة وعلى تطوير الموقع بالسرعة ده، ونشوفكوا في الحلقات الجاية.